كان حلم هيوت جاشوا الفتاة الأثيوبية ذات 22 عاما أن تصبح مصممة أزياء، وبالفعل استطاعت تحقيق حلمها وصارت من أصغر المصممين في بلادها بعد تخرجها من مدرسة أديس أبابا للتصميم. وأسست ورشة عمل على أطراف العاصمة يعمل بها 7 عاملات دربتهن هيوت على فنون الحياكة والتطريز، وأطلقت خط أزياء خاص بها أسمته أبو جيدة. لكن ربما ما يميز هيوت عن غيرها من المصممين هو أنها اختارت العاملات لديها من فتيات الشوارع والمتسولات، ووظفتهن بمساعدة جمعية خيرية محلية تتعامل مع النساء والعائلات الفقيرة. وتقول مول زويدي التي تعمل في الورشة منذ أكثر من عام إن حياتها تغيرت كثيرا منذ أن بدأت العمل في أبو كيدا. وتقوم هيوت بتصميم كل شيء يتعلق بعملها، وقررت أخيرا افتتاح متجر لبيع منتجاتها التي لم تتوقف عند الملابس النسائية، بل شملت أيضا ملابس الأطفال والحقائب وأيضا ديكورات المنازل. وأبو جيدة تعني تعلم شيء جديد باللغة الأمهرية المحلية، وبالفعل هي اسم على مسمى، فهيوت لم يقتصر نجاحها على خوض عالم الأزياء، بل أيضا أعطت الفرصة لنساء معدمات لتعلم حرفة جديدة غيرت حياتهن. رحاب علاء، رويترز.